دي مفاجأة للشيف حسن واللميس. أنا قررت أغير الكارير وأبقى شيف ونافس الشيف حسن. ايه ده مره واحده كده فاجئتيني؟ الشغلانه حلوت في عينيكي؟ انا غيرت الكارير قبل كده. انا كنت بشتغل اصلا في بنك مدير محافظ وغيرت من يعني من 6 7 سنين بقيت مذيعه. فانا دلوقتي بقى جديا بفكر ابقى شيف. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ونص بعد امبارح ينفع. طبعا هنفسك يا شيف حسن. شغل عالي قوي. لا ده انا بتعلم منك يا شيف حسن. ربنا يخليكي. تعالي بصي الثاني هنا، احط انا الفراخ هنا وابصم يا دكتوره هاله. يا شيف حسن مساء الفل يا هاني. حركاتك يا تكاتك يا جمالك يا دكتوره هاله. يا رب يخليك. قول لي بوسينه هتمشي وتسيبنا؟ عايزه تعمل لا عايزه تعمل نشيفه. لا ده انا هبقى شيف على المطبخ معايا. انت بتسمع معايا؟ ده انا هنفسه في الطبخ. انت ولميس ما نستغناش عنكم ابدا يا حبيبتي. ولا احنا نستغنى عنكم ابدا ابدا. ده انا بحب نفسه انت عارفه، فبقول له بقى هبقى شيف ونفسه انت عارفه بقى. لا نفسي في اي حته الا نسيب البرنامج. لا يا حبيبتي بعد الشر انا معاكم ان شاء الله. يا حبيبتي ايه رايك الستات بتكذب اكتر بقى ولا الرجاله؟ ايوه حلوه قوي بقى الرجاله. صح الرجاله معاهم يا دكتوره هلا على طول معاهم. لا معاهم قوليله قوليله. ممكن يكذب مش عشان ان هو مثلا معاه وراه ميعاد غرامي ولا كده، لا تحس ان هو بيحاول يداري كل حاجه من فلوس. صح. من بياخد كام؟ مرتبه ايه؟ لو دخل في مشروع لازم يقول لك انا فشلت. دي اسرار امن، اسرار جامده دي. ايوه تحسيهم لا محدش يعرفها. مفيش سلكان كده، لازم يكذبوا. لا مفيش. صح قوليله قوليله. اه بيحبوا الغموض. ده حتى سندريلا قالت الراجل اللي غامض بسلامته هم وبيحبوا الغموض. ايوه. مبسوط انت يا دكتوره؟ طبعا مبسوط انت بالراجل. طبعا. ها؟ طبعا يا شيف حاج. ربنا يبسطك يا فندم. هتوحشينا بجمعة والسبت يا هالة، وشوفي الإعادة على شاهد وقولي لنا عايزة الشيف حسن يعمل لك إيه بقى الأسبوع الجاي. طيب خلاص. بقول لك يا جميلة إيه؟ حاولي معلش تضيفيني على الفيسبوك بتاعك. حاضر عيوني. عيوني. الله يخليك. عيوني نورتينا. نورتينا يا دكتور. بص يا حسني أنا بدي مارك هنا للجبنة للفراخ، بس أعمل تريكة حلوة عشان أدلع. بعد التاني مارك بقلبها وادي لها جبنه موتزاريلا جبنه شيدر زي ما انا عايزه. على الفراخ واللحمه، خدت بالك يا ابو سينا؟ خدت بالي يا شيف. على الفراخ واللحمه احط لها ده الجبن اللي واخده مارك دي الجبن يبقى كريسبي. اه. وهدي النار بعد ما يستوي، هدي النار انا هديت النار اهو. شيف حسن مش بتحس بياكلوا مش هي في الفرن تحسها بتبقى محمصه اكتر كده؟ لا على الجريلا محمصه احسن من فعلا؟ وقلبها بيبقى مستوي حلو؟ ومستوي جدا، احنا معانا وقت هنا اهو. شيف حسن هو اني الفراخ واني اللحمه؟ عندك اللي في النص دي اللحمه دي الفراخ. ودي فراخ عندك ولحمه اللي عندي لميس. طب انا هاخد. انا دقت اللحمه فظيعه تجنن. بص كده يا بنات وانا كده بقى ايه خد خلف السوى الفراخ اجيب له رش الجبنه. رش الجبنه احطها جواها واضغط عليها تاني كده. رش الجبنه شيدر جبنه موتزاريلا جبنه رومي حسب امكانياتي. تاني بعد ما بتسويه؟ بعد ما اخش في السوى عشان الجبنه بتسيح قبل اللحمه والفراخ. بعده كده في التحقيق اهو قدامك اهو.